هاي، كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جايبه قراءه عاطفيه لبرج الدلو، راح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفيه لإلك وللشريك، وراح احاول احكي كذلك حتى عن العزاب. وباخر الفيديو راح احاول احكي عن الحياه العامه. اوكي، هذه القراءه تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي امكانيه ان تكون قراءه عكسيه. اوكي، عم شوفك يا برج الدلو كأنه في وفرة بحياتك، وفرة من المال، وفرة من القناعة الذاتية اكثر. عم شوفك كأنه انت مقتنع بنفسك، او مقتنع او عندك حمد. اوكي، حمد الله على كل شيء بحياتك، يعني في رضا داخلي. اوكي، عم شوفه للشريك صراحة كتير يائس هذا الشخص. كأنه هذه العلاقة صراحة صار لمدة وهي عم تروح وترجع لبعض، ولا عم تتقدموا بالعلاقة. ممكن هذا هو سبب اليأس بالنسبة له، انه هذه العلاقة اخذت منكم وقت، اخذت منكم جهد كتير كبير، بس بالاخير بتضلوا ترجعوا لنفس البروبلم، نفس المشكل، نفس الأشياء اللي عم تزعلوا عنها كل يوم. أوكي، وهذا سبب له يأس، كأنه هذه العلاقة ميؤوس منها. أوكي، عم شوفه صار، يعني هو هذا الشخص صار يتقبل الحالة العاطفية اللي انتو عم تعيشوها حاليا. صار يقول انه أوكي مش مشكل أبدا، ممكن احنا مش مكتوبين لبعض ومش لبعض وكذا. صار يتقبل الآلام اللي عم تحصل بالعلاقة، أو المشاكل اللي عم تحصل بالعلاقة. أوكي، عم شوفه كذلك، حتى هو عم يشوف على أنه هذه العلاقة لا تنمو، ما عم تتطور، ما عم تتقدم. ممكن أنتوا بتحبوا بعض، أنتوا تريدون بعض، لهيك عم ترجعوا لبعض، بس أنتوا ما عم تتطوروا. مش مثلا المشكل حصل اليوم، صلحناه، تطورنا وعرفنا انه هذا المشكل هو اللي عم يسبب فشلنا للعلاقة، نزيله، نحاول نشيله، ونحاول انه ما نعيده ابدا عشان العلاقة تتحسن اكثر. لا، انتو بتضلوا هيك. يعني عم يشعر هذا الانسان بهذا الاحساس، وكتير عم شوفه على انه عم يشعر برفض. اوكي، كأنه انت هو مرفوض منك، مرفوض من انت لا تريده. اوكي، ممكن عمل مجهود كتير، ممكن هذا الانسان لهيك يائس، انه عمل مجهود انه يكون بقربك، انه يحسن العلاقة، بس لقى انه العلاقة ما بتروح لمكان معين، او ما بتتطور. اوكي، عم شوف يا برج الدلو، انا عم شوفك تختلف قصتك انت عنه. عم شوفك كأنه اكتشفت شيء معين وكنت عم تبحث عنه، لانه عم يطلع لي بحث، كأنه كنت عم تبحث بالعلاقة، او تبحث عن خفايا هذا الشخص اللي انت معه، وكنت عم تتساءل عن كتير اشياء، وحصل لك انه اكتشفت شيء معين. اوكي، او عندك شكوك بالأحرى، لأنه هي جات بالقلب، على أنه عندك شكوك خاصة وعم تبحث، بس ما اكتشفت شيء، أو لم تجد شيء حقيقي عنه، مثلا عم يخونك أو كذا، بس عندك شكوك معينة، وضليت عم تبحث، ممكن عم تسأل، ممكن عم تراقبه من بعيد، ممكن عم تشوف كذا شيء. عم شوف كذلك على انه حتى انت عم تشوف حالك يا برج الدلو كأنه انت كنت ضحية بهذه العلاقة، او بتشوف انت اللي مظلوم بهذه العلاقة. عم شوفه هو عم يشوف العلاقة هي مش ناجحة، وانت ما عم تتطور بالعلاقة، وهو كذلك بحس انه هو مرفوض. انت تشعر على انه هذا الانسان يخفي عنك اشياء، وانه انت ضحية هذا الانسان، وضحية هذه العلاقة، وهذه العلاقة منا ناجحة ابدا.
بس عم شوف على انه هذا الانسان يتوق لإلك، يعني في شوق وفي في في هذا الانسان تواق انه يكون معك، انه في حنين لإلك، بالرغم من انه يدرك انه العلاقة ليست بالناجحة. وكذلك انت يعني تدرك كثير اشياء، بس في مشاعر خفية بيناتكم. عم شوف كذلك على انه سبب خصامكم او سبب ابتعادكم عن بعض في قيل وقال، في كلام يقال، في ثرثري، في كلام كتير يقال عنكم او عن الشريك، او انت عم تسمع لأحد عم يقولك اشياء عن الشريك، ولهيك عم شوفك كنت عم تشك بالشريك وعم تبحث عن كذا اشياء عشان تثبت على انه هو على خطأ. بس لا تعتمد على الناس اللي عم تحكي وتتكلم. اوكي، ممكن الناس تتحل تتكلم عن ممكن على انه في علاقة جنسية او كذا، وام ناس عم تحكي بالكلام السوء عنكم، او تتكلم عن الشريك بكلام السوء عنه. اوكي، ممكن يقول انه هذا الانسان عنده علاقات متعددة العلاقات وكذا. عم شوف في كلام يقال بصراحة. بالنسبة للابراج، عم شوف برج الجدي، عم شوف كذلك الأبراج المائية هوائية وترابية، عم شوف حتى كذلك برج الميزان. صراحة ممكن العلاقة ستؤول إلى شيء من العدالة، العدالة الربانية. إذا هو ظلمك فعدالة الله راح تتحقق، بس إذا انت اللي كنت ظالمه بهذه العلاقة، العدالة كذلك راح تتحقق. راح احاول افتح عم شوفه كورق بيحكي لك على انه لازم تاخد قرار تجاه هذا الانسان، سواء انه تصلحوا الامور وتروحوا لمستوى اعلى بالعلاقة، سواء تنهوا هذه العلاقة وكل واحد يخلص الآخر من التشابك الكتير كبير بهذا العلاقة. ممكن أنت تتكلم مع برج، أو أنت مع علاقة مع برج الحمل، وممكن كذلك حتى برج القوس عم يظهر. عم شوف على أنه في كتير حدود تجاهك أو بجانبك يا برج التلو. أوكي، بقول لك إن ما في تعبير بالحب بيناتكم، كل واحد محتفظ بمشاعره لحاله، كل واحد بيقول كرامته، في برود كتير كبير بالعلاقة، كل واحد عم يشعر انه ما بيبوح بمشاعره للآخر ومحتفظ بمشاعره لإله. ممكن هذه الأشياء عم تخلي العلاقة تسوء أكثر. ممكن بالنسبة للعزاب، عم شوفون اكثر يلجؤون للعبادات، للتصوف، مش التصوف بمفهوم التصوف صاروا صوفيين، بس مفهوم انه ما صاروا يريدون ان يدخلوا بعلاقات، شفتون مبتعدين جدا. عم شوفون اكثر يلجؤون للعبادات بهذا الشهر والتقرب من الاله. عم شوفون شوي رغبتهم بالعلاقات صارت عم تتبدد وعم تتقلص. اوكي، عم شوفهم يهتمون بحالهم، يهتمون بسعادتهم الخاصة، ما صاروا يهتمون اكثر بأحد. اوكي، عم شوفهم كذلك على انهم سعيدين، بالرغم من انه في اشياء حلوة وفي اشياء مرة. اوكي، سعيدين بكل الظروف حياتهم، يعني عم يشوفوا الشيء الإيجابي بحياتهم بالرغم من انه في اشياء كتير سلبية. اوكي،
بالنسبة لكل ما يتعلق ب الحياة العامة، اوكي بالنسبة لإلي عم شوف، على انه صراحة في امتنان، وفي في ابتعاد عن كل ما هو يحزنك يا برج الدلو. عم شوفك بهذا الشهر تلجأ للسعادة وللفرح، و تلجأ لكل ما هو يفرحك، بتحاول انه تبتعد عن كل الاشياء السلبية اللي عم تجيب لك سلبية. عم شوفك ممكن في مشاكل عالقة بينك وبين أشخاص معينين. عم شوفك شوي واخد رؤية عن هذا الناس، ممكن عم تشوفهم كأنهم أشخاص مخادعين، خدعوك، بس على الأقل عم شوفك أكثر تفاؤلا ونظرة إيجابية بالحياة. عم شوف في كأن شيء سيعاد صياغته من جديد. عم شوفك كأنه تتحرر بهذا الشهر، تتحرر من كل الأشياء، ممكن تتحرر من علاقات، تتحرر من أشياء أرهقتك أو جلبت لك نوع من التعاسة الداخلية. عم شوفك تتحرر منها كثير، وعم شوفك تلجأ ل ل ل ل للعبادات أكثر. أوكي، عم شوفك عم تقدم مساعدات بهذا الشهر للناس المحتاجين. عم شوفك عم تضيء أو عم تشوف الحياة المضيئة. عم شوفك أكثر بهذا الشهر تتجه للوعي الروحي أكثر. ما عندك اكتيفيتي كتير، مثلا عم تروح تجيب كذا، تلتقي مع أشخاص وكذا. عم شوفك الشهر يأخذ طابع الحياة الروحانية والنظرة الشمولية للحياة، والبعد الروحي الكتير عالي. عم شوفك كتير هيك يعني تلجأ أو صارت نظرتك أكثر روحانية، لأنه عم شوف في تصوف، في نظرة يعني روحانية، وعم شوف في أمل بالحياة ونظرة تفاؤلية كتير. عم شوف في طاقة هيك، حاول إنه تكفي إذا في غرور أو في طاقة غرور بالقراءة. حاول إنه تنقص من الإيجو تبعك، إنه ما تكون شخص متكبر شوي، حتى لو كانت الظروف أو مواقف الحياة ألزمت عليك إنه تتكبر على إنسان معين. لا، أوكي، حاول إنه تكون كما قلت متصوف، وتتبع يعني يكون عندك وعي روحي كتير عالي. هيدا كل شي عم يظهر لإلي بالنسبة لبرج التلو. بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي.